من هذا العرش بطل ديال التحدي رئيس الشباب العرائش العاب القوى في مدينه العرائش. العاب القوى كما ما كاينش كان يعني كان تخلي العاب القوى. العاب القوى كانوا ابطال في 2007 2002 2003 كانوا ابطال، ولكن بعد البعد كانوا مشاكل في النوادي. اذا جاء هذا النادي جديد كما كتعرف مدينه العرائش القصر الكبير عند عدائين ومن عند عدائين لا يعقل مدينه العرائش ما عندهاش كتمثلش في العاب القوى. شنو هي الاسباب ديال التراجع ديال العاب القوى؟ اسباب التراجع لان ما كاينش مدربين اللي في المستوى. كاين ابطال. انا الجوجه ديالي من الفتح الرباطي، يعني مدينه العرائش وكتمثل الفتح الرباطي، وهذا خيبه امل لمدينه العرائش بان ما كاينش شي نادي اللي غادي. وهذا من هذا المنبر كنقول بان الدعم وهذا البريم اللي كيعطيو يعطيو لبراعم اللي كادي ليميني باش يشجعوهم، ما يعطوش للسنيور، وهذا هو في مدن اخرى كيشجعوا ليميني. نعم، على مستوى التضخيم ديالك التضاور من ناحيه التقنيه والمشاركه ناحيه يعني هذا النادي اول سباق عنده نادي جديد اشبال العرائش ان شاء الله غادي نتعاونوا مع بعضياتنا وكيفاش نديروا نطوروا، حيت كما كتعرف مدينه العرائش ما تعطيش في العاب القوى. عندنا ثاني مدينه في الرطوبه لندن العرايش، خص الدراري باش يمشيو يستاجيو في افران ويكون عندهم واحد ستاج باش يمكن يقدروا يتمشاو مع الابطال اللي كاين في بحال الجيش بحال الفتح بحال فاس. كما غادي نقول لك كانوا ابطال مثل حميد عبد السلام راشد حيتان ميمشاو هاد العدائين فيلا ديت فيلا في كرة القدم في العاب القوى فيلا دريس فيلا لا ماشي دريس فيلا اللي في برشلونه دريس بطل عالمي في العاب يعني هذاك اسبانيا كبطل عالمي ولكن في مدينه العرائش دات في الامان الرياضي مشى لاسبانيا طور العاب القوى، ولكن كان هنا في مدينه العرائش كانوا شي دراري قاصحين عليه، ولكن جبر راحت البال في اسبانيا ولقى تداري واصبح كيمثل مدينه العرائش احسن تمثيل. ورغم الظروف ديال الجويه يعني كيبقى عندنا توفير البنيه التحتيه من المضامير الخاصه بالعاب القوى هو الكفيل برفع مستوى الممارسه. كما كتعرف عندنا يعني في الغابه الاولمبيكا يعني كما كتشوف راه من الازبال هو المنافس الوحيد اللي كاين للعدائين، والاراضي اخرى عشان كتلقى فيها الازبال الناس كان باش الباركو باش يجروا فيه العدائين ويتنفسوا فيه، وكما ما بقاش هذيك الحب القتاليه في النظافه وبصراحه خصنا العاب القوى تطور في مدينه العرائش.